السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا، ورمضان مبارك سعيد على الجميع. اليوم موضوع الساعة هو غادي نشاركه مع واحد الأخ الكريم اللي كيعيش في الديار الفرنسية، وأعتقد في باريس أو ضواحي باريس، لصاحب قناة عبيد فرونكا. عبيد فرونكا هو هذا الأخ هذا، وغادي نشاركوا معاه كاين واحد جوج نقاط مهمين عجبوني بغيت ندخل فيهم. إذا السلام عليكم الأخ الكريم عبيد، كلنا عبيد، هذا عبيدة الله أو عبيد الله. هو باش خاص الميساج يوصل للمغاربه كاملين، لان كاين الناس ما عرفتش انا واش ما كيفهموش العربيه في هذا، ما كيتكلموا حاولوا نوصلوا معهم. هذا العطار هذا مسمو يعني ام حساد ام غيار، يعني يا غار من العلماء يعني والائمه، حتى انه يعني حنا نشوف حنا شفنا تطاولة على الدين وعلى الصحابه الكرام وعلى يعني هذه المسائل ما بقيناش كناقشوها. صافي الانسان مزبله، مشى للمزبله وقلات من القيمه ديالو يعني، والامور صافي تفرش كيف كنقولوا، ما بقاش انسان يعني، ما بقاش يعني ما عندوش مرتبه عالي. ولا الأخ هو متخصص شيئا ما في الدكتور فايد، وكيسميه العطار. إذا إذا سمعتوا العطار كيهضر على الدكتور فايد، عنده مرتبة حمار بهذا المعنى، هذه مرتبة يعني إنسان جاهل صافي مزبلة التاريخ. ثاني حاجة قال لك على الدينار، يعني الدينار يعني أثر السجود، قال لك هذه غير فقريات، قال لك هذيك الهضرة خزعبلات أثر السجود، قال لك أثر السجود، قال لك غير خزعبلات. علاش أنت أي حاجة كتعلق بالدين كتعلق بنور الله سبحانه وتعالى يعني واثر السجود واثر الصلاه، يعني انت سبحان الله العظيم كتبين بانك انت لا تصلي، فهمتي؟ يعني اذا كتبين بانك انت لا تصلي، لان 70 سنه انسان كيستهزئ من اثر السجود كيقول لك فطريات، فانت تقول للناس بين قوسين بانك انت لا تصلي. هذا هو المنطق. شوف المحللين ديال العالم كامل جيبهم غادي يقول لك هو هذا، هذه هي الهضره. وبغيت انا في التعاليق اي واحد عنده نظره ديال العقل يقول لي واش مشاطرني الراي ولا لا، فهمتيني؟ باش ما نكونوش يعني كنكذبوا على الرجل، على هو مسيلمه هو كذاب، ولكن حنا حاجه واش كنكذبوا غير هي واش كتشاطروني الراي. هل يعقل ان واحد يتكلم مثلا على اثار السجود، انتم كتعرفوا بان الصلاه يعني بان الصلاه يعني كتخلي واحد الاثار في الارجل، فين انتم هاد المسائل؟ كتخلي اثار ما شاء الله في الارجل وفي يعني في هنا في الكعب وفي الارجل، يعني كتخلي واحد البقعات يعني سوداء باثر السجود ما شاء الله، كتولي قاصحه واحد ما شاء الله انتم عارفين، يعني حتى في الجبهه فهذه من اثر السجود. قال لك هو هذيك الهضره قال لك هذيك هي فطريات هذيك هي مرض. فهنا كيتطرح السؤال في الاسلام في الصلاه، انا ما فهمتش واخا هذه دوك يعني اتباع العطار دوك المطبلين والجهله، فيعطيونا تفسير لهذه المسائل هذه. يعني اذا كانوا هما كيامنوا الا كانوا عندهم واحد الاسلام ديالهم بوحدو، فالحمد لله بانوا على حقيقتهم. ومهم ما يبقاوش يكذبوا على الناس ويدلسوا على الناس. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعت الأخ عبيد وقف عند هذه القضية هذه، لأن في رد هو على الدكتور فايد، هو كيسميه العطار، حنا نقولوا له الدكتور فايد، يقول على الدكتور فايد على أن تيقول هذيك، راه هو استعمل واحد المصطلحات اللي يمكن المصطلح اللي قالوا الدكتور فايد. أنا عندي واحد النظرة كنخلف فيها الأخ عبيد وكنخلف فيها الفقهاء وتنخلف فيها الدكتور الفايد. انا كنمشي بوحدي في الطريق وكنسافر بوحدي وتنفكر بوحدي وتنخدم عقلي، ما كنرجعش للصرف الصالح. و القضيه نتاع الانسان اللي كيسلم تيكون جالس بقوه الجلوس، وخاصه بلاد اذا كان ثقيل وما تيعرفش يجلس مزيان ويربع، بالفعل كيتجمع عليه الدم، كتجلس على واحد البلاصه كيتجمع الدم، واحد الكركوبه ديال الدم كتكون في الرجل تحت في الشوفيه، فهمتيني؟ في الشوفيه كتكون، في حين القضية ديال هادي قلت هادي من ناحية اللي كتبادر للذهن لأول مرة، الإنسان اللي كيسجد وكيصلي كيثقل ثقل نتاع واحد الإنسان، واحد الإنسان اللي مثلا تيدير 70 80 كيلو وكيهبط بالجبهة ديالو، كيهبط البوا ديالو كامل الثقل ديالو كامل على الجبهة ديالو أولا. ثانيا إذا كان كيصلي على الحصيرة مثلا ولا على شي حاجة خشنة، مع المدة الدم كيحبس كيتكواغيولا، وداك الدم اللي كيحبس كيدير ديك الدائرة، داك الدائرة اللي هي بيضاء اللي هي مظلمة ولا كحلة ولا زرقاء، هي القضية نتاع القوة نتاع وعاد الطول نتاع الإنسان. الإنسان إذا كان طويل عاوتاني ومكيعرفش كيفاش يحطو قد الإنسان، خاصو يحط نيفو مع الجبهة ديالو بلا ما يضغط عليهم، معمر ما تكون عنده. و بزاف تاع المصلين ما كاينش عندهم، ولكن الحجه الدامغه وهي ان
العيالات كاع العيالات اللي كيصليو عندكم، خواتاتكم كبر منكم، عندكم عيالاتكم، عندكم امواتكم وجداتكم، كاين عيالات اللي كتعرفهم كيصليو. انا كنعرف مرة كتصلي يمكن اكثر من 70 عام وما عندها شيء. ما تقوليش شي راه دايره الفولار، حتى الرجال كيديروا الرزه، وحتى الرجال كيديروا الطواجن والشابوات، دوك الطربوش المغربي، وما عندهم شيء. اذا القضيه الله سبحانه، الايمان راه في القلوب، الله ينظر الى الافئده ديالكم والقلوب ديالكم. الله ما غيمشيش مع الملامح ديال الجسد، ما يمشيش مع الملامح ديال الجسد، هذه ما عندها حتى علاقه بالصلاه. والايه القرانيه تقول كاينه في سوره الفتح، هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا راه ماشي فقيه وماشي بالحفظه القران، انا كنخدم عقلي كنعتمد على المنطق. الايه تقول سيماهم في وجوههم من اثر السجود، من اثر السجود. اذا هنا اذا سمعتوها مزيان غنعاود نقولها لكم، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. هنايا كاين مصطلح لغوي، كاين واحد لا تيرمينولوجي، واحد العباره، واحد الفعل ولا كلمه اللي كدوز على الفقهاء، حيت الفقهاء ما كيتقنوش اللغه العربيه، ما كيتقنوش البلاغه، وما درسوش المنطق، وهاد بحكم ما كيجتهدوا شاي وكياخذوا داكشي كما قالوا السلف. بمعنى الى غلط الاول كلهم غادي يغلطوا. غادي نعاودوا نقولوا الايه القرانيه كتقول سيماهم، السيما هي الملامح، هي العلامات، لي سين لوغ سين سون سوغ لوغ فيزاج، لوغ فيزاج سيماهم يور فيس في وجوههم من اثر السجود. سي دابا تلفتكم مزيان، الايه القرانيه ما كتقول شيء، سيماهم على ولا في جباههم، كتقول على وجوههم، وهذا هو الوجه، في حين الجبهه لو فرون سون بارتي، غير اون بارتي، غير واحد الطرف، غير واحد الطرف من هل كنقول الاصابع او البنان، بنان او الاصابع، وش هي اليد؟ هذا الكف، شي غير واحد الطرف من الكف. هنا كيقول لك سيماهم في وجوههم من اثر السجود، راه الجبهه داخله فسميتو. اذا الايه القرانيه الله سبحانه راه قران، ان انزلناه قرانا عربيا، وغينزل في الجزيره العربيه اللي الناس فيها شعراء وعمالقه ديال الشعر، ويتقنون اللغه العربيه ويتقنون الفعل. ملي كتقرا الشعر كاين الصنعه في الشعر، ملي كيكون واحد الفعل ملي كيقول احب مش هي اعشق ولا اريد، ولا فعل راه مرادفات ولكن راه هذا اعشق مش احب. اذا هنا تيقول لك الوجه، تيقول ما تيقولش الجبهه. اذا هنايا انا غادي نشرحها بالطريقه ديالي، وربما ما عمركم سمعتوها حتى شي بلاصه وما كانش عند الفقهاء. غادي نشرحها لكم بجوج ديال الطرق. هنا جوج نقاط مهمة، أولا غنشرحوها من ناحية نتاع لا فيزيولوجي ولا الاناتومي، من ناحية نتاع الجسد باش تفهموها مزيان، بمعنى الدورة الدموية. وثانيا غنشرحها لكم من ناحية النفسية، ندخلوا فيها شوية ديال علم النفس، شوية ديال علم النفس. إذا منين أنا كنصلي وكنوقف، تبعوا معايا مزيان، كنصلي انا واقف، فين كاين الدم ديالي دابا؟ انا واقف فين كاين الدم ديالي؟ شحال من قلب عندنا؟ عندنا ثلاثة ديال القلوبه، نتوما كتعرفوا واحد، كاين هذا القلب، هذا واحد هو اللي كيدور القلب، ولكن ملي كيهبط الدم كاين جوج ديال الرجلين، وكاين لي مورين فين كاين داك لي مشكل، كل واحد فيهم تما، هذيك راه خزان، هذا خزان، واحد في اليمين واحد في اليسار، هذوك قلوب واحدين اخرين. اذا الدم كيهبط مني انا واقف، اي واحد واقف الدم كيهبط لتحت، ملي كيهبط الدم لتحت غتكون شي علامه في الوجه؟ لا. علاش؟ كيكون الاصفرار، الاصفرار، الوجه تيكون شاحب. الناس كتخدم دائما واقفه، الوجه ديالها تيكون شاحب،
الناس كتجلس في القهاوي وفي المقاهي وفي العلب الليليه ولا في العمل ديالهم، وجالس ملي كتجلس الدم كيهبط وكيهبط لتحت والوجه تيكون شاحب، ملي كيهبط الدم تيبقى في الرجل، ما كاينش ديك القوه باش غادي يطلع، لان خاص لك تجلس في هذه الجلسه هذه وكتكون هنا الكرسي تحتك، الدم هنا كيتبلوكا، ومع المده غيكون عندك العروق فين في رجلك لتحت. اذا في الوقت اللي كتصلي كتوقف كتركع، كتوقف علاش كاين ديك الركعه اللي كتركع؟ حيت الا هبطتي واقف ومشيتي للار سجدتي وعاود وقفتي غادي طيح، غادي طيح، لان الدم يطلع بواحد الكميه هائله للدماغ ويبقى عندك بلاك اوت، بلاك اوت، الدم كيشد لك الشبكه ديال العين ديك تطلع. يعني ها كاين ديك الركعه، كاين ديك الركعه ملي كتركع، كتركع والدم تيبقى على هذا المستوى هذا، ما كيغطيلكش الوجه ديالك، عاوتاني كتهبط. ملي كتهبط النساء كيصلي كيهبط بشويه وما كيسرعش، السرعه ما كايناش باش الدم كيمشي بشويه، حيت كاينه لا سيركيلاسيون، كاين الدوره الدمويه، الدوره الدمويه. هنا ملي كتسجد اش كيوقع؟ كيهبط الدم، السجده الدم كيهبط على وجهك وكيوقع واحد الاحمرار. علاش؟ بحال ملي كتسقي شي حديقه عندك ولا شي جنان عندك وكدير غوت غوت، الا خويتي الماء بالزربه كثير كيمشي كتشربو الارض، ولا مشيتي غوت غوت كتنفع منه الارض وكتعطي الغله. اذا ملي كتسجد وكتبقى ما كتسرع شيء وكتطلع بشويه، الا طلعت بالزربه كيطلع لك على عينك، وسيري الى وقتي تقدر طيح، وسيرتو الى كنتي كبير في السن وديابيتيك. اذا كترجع تقعد عاوتاني الدوره الدمويه كدور، وملي كتسجد عاوتاني الدم كيهبط، الدم تيهبط وكيالمونتي هذوك الخلايا اللي عندك في الوجه ولي غلوند، داك واحد لي غلوند واحد بحال قلتي عسات عسات، كاين الملايين ولا البلاير في الذات ديالك وتيكون في وجهك، وهما اللي كيعطيوك ديك لو راجينيسمون، لو راجينيسمون ديك الشبابيه نتاع الملامح ديال الوجه ديالك، ديال الوجه ديالك. على كتلقى الناس اللي ديما جالسين الوجه تيكون شاحب، وخاصة الشوارب ديالهم تيكونوا زورق زورق. إذن هنا كاينه هاد الخاصية هادي ديال الدم، وعاوتاني ملي كتنوض عاوتاني وكتوقف كيهبط الدم من القلب ديالك تيدخل وكيهبط، كيهبط لتحت وكي إت أون ماغازينا كيتجمع جوج قلوبه، وجوج قلوبه مهمين تيكون عند الناس الرياضيين عامرين، وهاد جوج هذا هما اللي كيعاونوك مزيان في الجنس. ملي كدير الجنس رجلك اللور فهمتي مزيان، حيت القلب ديك هما كي داك لو فا اي فيان باش الضو كيمشي وكيهبط، كاين واحد الصونيط هنا والصونيط هنا كتورق بحال هكداك. اذا ملي كتكرر العمل اللي كتوقف، اذا الانسان اللي كيصلي خمسة د المرات وما كيجمعش الصلاه اش كيوقع؟ شتوها كيوقع هذاك الوجه ديالو نقي نظيف وسيم وعليه البشوش، انسان بشوش على قلب سيماهم سيما على عفوا في وجوههم من اثر السجود، ما قالش اثر الصلاه وما قالش من اثار الوقوف وما قالش من التسبيح وما قالش من الاثار ديال الركوع، قال السجود، حيت كاين الركوع على مدى راس الصلاه فيها الركوع، وما قالش ملي كتسبح سبحان الله لا اش قال؟ تيركز. اذا الانسان كيدرس واحد القضيه تيقبضها تمشي معها دقه دقه وكيفصلها تفصيلا وكيشرحها وكيتمعنها، الانسان كيتعامل مع ذاك النص يكون تاريخي قانوني فلسفي ولا ديني. اذا هذه من ناحيه ديالاش، من ناحيه نتاع دو بوان دو في فيزيولوجيك واناتوميك. اذا دابا غندخلوا للجانب اللي هو سيكولوجيك، اللي هو الجانب النفسي. النفسي الانسان خلال النهار كامل ما كيتكونسونطراش، ما كيركزش شي، ولكن لو فيت ما كتجي كتصلي كاين ديك الشروط نتاع الصلاه ولا اركان نتاع الصلاه ولا كذا، هما خمسه. كاين النية، كاين النية ملي كتنوي باش تصلي
إذن كتسد على العالم الخارجي اللي هو العالم المادي، وكتبقى فاش في واحد العالم نتاع المفاهيم، واحد العالم كتنسى كل شيء، كتولي بينك وبين شي واحد اخر، بين حيت كتصلي بيك وبين الله. في الوقت كتقول الله راك نويتي، وكتقول الله كتكونسونطرا، ملي كتكونسونطرا كتنسى كل شيء. ها في الوقت اللي كتكونسونطرا مزيان ما كيخرجش عقلك، واخا تيكون شي واحد راكم شفتو الفقيه، تكونسونطرا بقات القطه فوق كتافو، بقات القطه فوق كتافو، ما خلعاتو شيء، ما ارتكب شيء. علاش؟ حيت كان مكونسونطري. هذا هو اللي خصكم تفهموها في هذه نتاع القطه. الا شي واحد بغيت ندخل في هذا سميتو، قال حيت كان الدجاج ولا اللحم، علاش ما مشات ليهش الفم وحساتو ليه؟ هنا الفايد هذه اللي قال سوسون باللغه الفرنسيه كنسميوها لي ستيريو تيب. لي ستيريو تيب هو انسان كيصدر حكم بطريقه غير موضوعيه وغير عقلانيه، ما كيستندش شيء على ادله علميه. مع العلم هو انسان راه ولد العلوم، ولد العلوم قرا الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وكاين خصو يفكر سي الفايد راه تي على العين. اذا الانسان ما كيركز كيسد على العالم المادي، اش يوقع؟ كيكون انسان ماشي على برا، كيدخل للداخل، كيدخل لاش للداخل، وكيتحكم في اول مره في النهار الانسان. حيت تقدر تخدم وتقدر تسوق الطوموبيله وتقدر دير بزاف ديال الحوايج وتحسب الفلوس، ولكن عقلك بلاصه واحده اخرى. ولكن في الصلاه تيكون الا كنتي كتصلي، ماشي الا كنتي كتصلي من نيتك وكتنوي الصلاه، ماشي كتقول تبقى طيح وتنوض. هاد الفتره هادي كتجاوب مع كترد الدماغ ديالك للداخل ديالك، للداخل ديالك، وهاد السكون وهاد لا كونسونطراسيون سميها اليوغا. ها سميها اليوغا. اليوغا اش كيدير؟ كيسد على العالم الخارجي. كتولي كتسمع حاجه واحده، الدقات تك ديالاش ديال القلب ديالك، ديال القلب ديالك. وهذا الشيء ما كيتاتى الا اذا كان الخشوع، اذا كان الخشوع، الخشوع زائد لا كونسونطراسيون، الدم تيهبط كيمشي بشويه عليه في نفس الوقت اللي كتسجد. اذا هذه هي القضيه، والقضيه راه ما فيهاش هذه ولا ما تهدي، ولا شكيتوا فيها؟ شوفوا مواتكم، ومنذ الازل العيرات كيصليو. وما تقوليش المراه راه كدير شي حاجه، وراه حتى الرجال كيديروا الطواقي ديالهم وكيديروا الرزازي ديالهم، وما كناش على جميع الرجال. لانك الا حطيتي حتى في ديك الجلسه لتحت، راه ماشي كاع الرجال عندهم تما ديك الكركوبه هذيك على الثقل، وبلاد ما تيعرفش يربع رجليه. كاين الناس اللي عندهم الفخاد ديالهم عامرين وما تي. اذا القضيه هي هكذا. وهنايا غادي نمشيو لواحد البلاصه واحده اخرى طرق ليها الاخ عبيد، طرق لها الاخ عبيد. وفي الوقت شي في الوقت كسميتو لما الدم كيمشي كيهبط، العروق تيتحلوا، كيكون في الوقوف العروق كاع تيكونوا محلولين. دوك على السيستم دي ريغاسيون، فهمتيني؟ كيكون داكشي غادي هو هذاك. هنا غادي نمشيو لواحد البلاصه الى لقيتها، ندير واحد الحاجه مهمه هنايا. الحمد لله على نعمه الاسلام والحمد لله. نشوف الى لقيتها ببدل الجزيه، ثم فسر العيد المهم الى اخر اختصار. نتو حتى نوصل ليها بان الاسلام غادي يدخل كل بيت، وغادي يعني غادي الله سبحانه وتعالى يعني مسبب الاسباب، فالله سبحانه وتعالى ضروري كيدير الحجه، حتى ولو ان يعني لو قامت القيامه ومثلا كان واحد يعني اي واحد من الناس ما وصلش الاسلام ما وصلش، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يقضي في الامر، يعني غادي يكون اختبار في الاخره. فلهذا كنشوف ان المشهد من باش باختصار يعني بتحليل يعني متواضع، فالله سبحانه وتعالى هذا المشهد كان انه باش يكون حجه على اكبر عدد، على اكبر عدد. هنا هنا طرق لواحد النقطه، قال لك ان الاسلام غيمشي في العالم كامل وفي جميع البيوت، ويقدر ما يوصلش شي شخص، هو يقدر اقوام ما يوصلهمش الاسلام. هو قال لك نمشي عند الله، لا راه هذا سميتو الله سبحانه راه جاوب عليها في القران. انا ماشي فقيه وماشي لحافظه القران. الايه تقول
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسول. إذا الأقوام اللي جاو عندهم الأنبياء والرسول هذوك ما عندهم فين يهربوا، لكن الأقوام حيت الله عارف، عارف اللي صيفط الرسول هنا وما صيفطهمش لبيها، ولا صيفطهم في واحد الفترة زمنية، واحد الفترة الزمنية ما صيفطهم شيء. إذا الرسالة ديالو عارفة فين كاينة عليها، كيجاوب باش ما يتطرحش هذا المشكل. هذا السي عبيد الله راه جاوب، قال لك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا حتى راها التراخي في الزمن، زعما راه جاي الرسول. ودابا الحمد لله كاين الديانات، وكاين الاقوام، كاين اقوام كتعرف بلي كاين الاسلام وكاين ديانات اخرى، وكاين شي بلايص الناس ما كيعرفوش. هي كاين اقوام ما تعرفوش بلي كاينه حضاره اطلاقا. يمكن كاين شي بلاصه في الامازون ولا في الميسيسيبي، ولا كاين بلايص مناطق عايشين الناس بطريقه على الطريقه البدائيه، فهمتيني، كيعيشوا على تياكلوا من الاشجار وما عندهمش الحوايج وداكشي. اذا هذا هو الموضوع ديالي، غنخليكم هنايا وشكرا. وها هو الاخ شتوه والذي اللي هو ارسل عبيد، رسوله بالهدى وراه والدين عنده ليشهد مواضيع، بين الطيره وفي ثلاث الحكمه مواضيع دينيه، هو التخصص ديالو هو هو ويثبت الدكتور ذلك فايد. هذا الموضوع هذا هو حقيقه الحكمه القصه الاسلام، والايمان. يدل الله به الكفر، فهناك اسلام وهناك كفر، ولكن العزه للاسلام. واخا انت شويه زيد في حديث التميم هذا، شاهد من حديث المقداد بن الاسود يوضح هذا المعنى ولفظه، ولا لا يبقى على ظهر الارض بيت مضر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل، اما يعزه الله فيجعله من اهلها او يذلهم فيدينون لها. رواه احمد وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، ولم يتعقب دليل وصححه الالباني والارناؤوط. يعني قال القارئ في المقرات والمبارك فوري في المرعاة بعد عزيز، اي يعزه الله بها حيث قبلها من غير سبي وقتال، وذل دليل اي او يدله الله بها حيث اباها بدون سبي او قتال حتى يناقضون لها طوعا او قرعا او يدعن لها ببذل الجزيه. ثم فسر العيد. المهم الى اخر اختصار، المهم اختصار بان الاسلام غادي يدخل كل بيت، وغادي يعني غدا الله سبحانه وتعالى يعني مسبب الاسباب، فالله سبحانه وتعالى ضروري كيدير الحجه، حتى ولو ان يعني لو قامت القيامه ومثلا كان واحد يعني اي واحد من الناس ما وصلوش الاسلام، ما وصلت يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يقضي في الامر، يعني غادي يكون اختبار في الاخره. فلهذا كنشوف هذا المشهد من باش باختصار يعني التحليل يعني المتواضع، فالله سبحانه وتعالى هذا المشهد كان انه باش تكون حجه على اكبر عدد، على اكبر عدد ديال الناس. شكون اللي كيشاطرني الراي؟ جزاكم الله خير، في واحد دقيقه دقيقتين نشوف التعليق باش ندوزوا للمساله الاخرى. شكون اللي معايا الاخ عبيد، دابا جاتني فكره، حيت قلتي اكبر عدد وداك الشيء، الايه القرانيه تقول ثله من الاولين وقليل من الاخرين، هذا القليل من الاخرين. اذا ماشي المهم، انت شوف يمكن كتعتمد على شي ايه، على ايه، ورجع للايات القرانيه افضل. رجع للقران، هنا هو كلام منزل والتنزيل الحكيم كرم ديال الله، وبعد ما امكن من الاحاديث، لان كاين حديث موضوع وكاين فهمتيني القران. رجع للقران. اذا اخوتي اخواتي شكرا لكم، وسيروا القناه نتاع الاخ عبيد، راه كيعيش في الديار الفرنسيه، اعتقد في الديار الباريزيه، وراكم شفتوا الخريطه تاع فرنسا من موراهم، اللي هي الخريطه تاع شي دوله وحده اخرى، والناس احرار في التصرفات ديالهم. تحيه لداليا وشكرا لكم، و رمضان مبروك عليكم، مع السلامه. الموضوع راه شيق، وكملوه، كملوا الموضوع، سيروا كملوا الموضوع، راه بقى التتمه ديالو. انا هادو هما جوج النقاط باش نشاركوا مع الحبيب ديالنا والاخ ديالنا، وتحية نضالية، وشاركوا في القناة لكي تعم الفائدة، ومع السلامة إلى مرة أخرى إن شاء الله.